جزاك الله خير يا شيخ. يقول هذا السائل: الصلاة الجهرية بالنسبة للمرأة أيهما أفضل لها، الجهر أم السر؟ علما بأن ليس بينها أجانب، أفتون مأجورين. لا، استحب الجهر في الليل، استحب الجهر في صلاة الليل والإسرار في صلاة النهار للرجال والنساء. والمرأة إذا لم يسمعها رجال أجانب فإنها تجهر، الأفضل أنها تجهر. نعم.